أيها الحمد الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأفاضل في كل مكان، على بركة الله وحفظه وتوفيقه ينطلق شوطنا السابع في مجموعة الأشواط الصباحية، شوطا يحمل في طياته فئة الأبكار. نتمنى التوفيق للجميع. نتابع معكم هذه الرحلة وهذه الانطلاقة، وبداية مع المركز الأول انذار. على المركز الأول سلطان بن شاهين بن محمد العواني يتقدم بالمركز الأول مع انذار، بينما المركز الثاني عجايب لعلي بن هزيم بن محمد المسافري. ثالث المراكز أرباح لعلي بن سالم بن سعيد المسافري، يقدم لنا أرباح. على ثالث التحديات المركز الرابع يصل شعار عبد الله بن محمد بن سعيد المسافري، يقدم لنا الشاهنية في المركز الرابع. وخامس المراكز انهيار لعلي بن سعيد بن محمد الخاطري، يقدم لنا انهيار. على المركز الخامس المركز السادس عجايب لعلي بن هزيم بن محمد المسافري، بينما الدخول والتسلل من شغف لعبد الله بن حمد بن بهيان العامري، يقدم لنا شغف. على المركز السادس وغيرت الى خامس المراكز، اتابع ايضا الوصول من متعبه مايد بن احمد بن هاشم العوضي، يقدم لنا متعبه. على المركز السابع وثامنا تتقدم انجاز سلطان بن خليفه بن راشد بن سويدان الخاطري، وهنا تصل في هذه اللحظات وتنضم مشاهدينا الكرام المها لهزاع بن محمد بن سعيد بن حسين الخاطري، يقدم لنا المها هذه الانطلاقة الجميلة. وهناك الهائلة لسالم بن سعيد بالبثرة الخاطري. هذه نتيجتنا للمراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وهذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة في هذا الشوط. نعود من جديد إلى المراكز الأولى وأرى اللي غيرت وانتقدمت وانطلقت بالمركز الأول. أرباح يا أرباح لعلي بن سالم بن سعيد المسافري، من يقدم لنا أرباح على المركز الأول وعلى الكادر الأول منطلقة بهذا الأداء الجميل وبهذا العرض المثير، بينما تليها في المركز الثاني شاهنية عبد الله بن محمد بن سعيد المسافري قادم في ثاني المراكز. وثالثا تنطلق هنا انهيار لعلي بن سعيد بن محمد الخاطري، بينما رابع المراكز مشاهدينا الكرام شغف لعبد الله بن حمد بن بهيان العامري قادم في رابع المراكز. وخامسا هذه عجايب، عجايب تتقدم بهذا ايضا الحضور الجميل لعلي بن هزيم بن محمد المسافري. ومن الجانب الآخر مشاهدينا الأعزاء أيضا المنطلقة والمندفعة بهذا الأداء الرائع وهذا الحضور الجميل بشعار أيضا علي بن هزيم بن محمد المسافري، يقدم لنا أيضا الشاهنية بهذا الأداء الجميل وبهذا العرض الرائع. وتابع مشاهدينا الأعزاء أيضا القادمة سلام، سلام يا سلام، سيف بن علي بن فارس بن علي الخاطري، يقدم لنا سلام الحاضرة والمنطلقة والمنضمة إلى الأسماء الحاضرة. أتابع أيضا الوصول من الهائلة سالم بن سعيد بن سالم بالبثرة الخاطري، وبن سويدان بن سويدان يقدم إنجاز سلطان بن خليفة بن راشد بن سويدان الخاطري. هكذا هي التحديات وهكذا هي الأسماء الحاضرة. وصلنا واقتربنا من الكيلومتر الأخير، من الكيلومتر المثير. الله الله الله، والتغييرات لا زالت مستمرة. من غيرت هذه ناصية ناصية ناصية، تتقدم بالمركز الأول هنا مع هذا الأداء الجميل. هذه الشاهنية لعبد الله بن محمد بن سعيد المسافري، يقدم لنا الشاهنية على المركز الأول. تليها في المركز الثاني شغف عبد الله بن حمد بن بهيان العامري. وثالث المراكز وصلت عجايب لعلي بن هزيم بن محمد المسافري، يقدم لنا عجايب. وهنا أيضا القادمة سلام، تبحث عن السلام، تبحث
تبحث عن الناموس سيف بن علي بن فارس بن علي الخاطري، 600 متر الأخيرة الباقية عن خط النهاية، ولا زالت بالمركز الأول الشاهنية صامدة بالمركز الأول بدون أوامر، بدون تعليمات. عطاها الأوامر ما شاء الله تبارك الله يا الشاهنية. عبد الله بن محمد بن سعيد المسافري المركز الثاني، الشعار بن بهيان مع شغف عبد الله بن حمد بن بهيان العامري قادم في المركز الثاني، ولكن خلاص راحت الشاهنية بالناموس، راحت بالانتصار. سلام يا الشاهنية، سلام ابو محمد، سلام عبد الله بن محمد بن سعيد بن عبيد المسافري، تهانينا لك على هذا الانجاز وعلى هذا الاداء الرائع وعلى هذا الحضور الجميل. مشكور يا سالم، مشكور على المتابعة المميزة لانطلاقة الشاهنية، تهانينا والناموس على هذا الاداء الجميل والعرض الرائع. المركز الثاني شغف لعبد الله بن حمد بن بهيان العامري، المركز الثالث عجائب لعلي بن هزيل المسافري، المركز الرابع سلام سيف بن علي بن فارس الخاطري، والمركز الخامس اتتنا انجاز لسلطان بن خليفه بن راشد بن سويدان الخاطري. هكذا كانت النتيجه للمراكز الاولى المتقدمه، تهانينا لعبد الله بن محمد بن سعيد المسافري بفوز الشاهنيه بالمركز الاول، تهانينا لكل الفائزين.